بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله واكرمهم عند الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. الاستظلال بظل عرش الرحمن لا يناله الا من اكرمه الله جل وعلا بذلك ونساله ان يكرمنا واياكم اجمعين. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات يستظل اربابها بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ونحن في هذا البرنامج نتامل هذه الصفات الكريمه علنا ان نحظى بها ونكون من اهلها فنظل بظل عرش ربنا في ذلك المقام العظيم. في كل صفه من هذه الصفات ناخذ سبعه نماذج فيكون لنا سبعه من السبعه. سبعه نماذج صحيحه نقيه واضحه مرشدة دالة هادية من السبع الصفات التي علمنا اياها سيد السادات وقدوة القادات محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. من عظيم صفات من يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله صفة تجمع اثنين او اكثر على المحبة في الله جل وعلا. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هكذا عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان. نموذجنا في هذه الحلقه اثنان من التابعين من الصدر الاول من هذه الامه. الاول رجل ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه وعلم الصحابه طلب الاستغفار منه هو اويس بن عامر القرني وحديثه مشهور في صحيح مسلم. والرجل الثاني هو التابعي الجليل هرم بن حيان رضي الله عنه وارضاه هرم بن حيان عرف عن اويس وسمع عنه فاحبه في الله جل وعلا وتعلق به فكان رجلان تحابا في الله قال هرم بن حيان فيما يروى عنه فلم يكن لي هم الا ان القى اويس بن عامر خرج يطلبه فاذا بشخص عند نهر الفرات بالعراق جالس قال فنظرت اليه فاذا هي صفات اويس بن عامر العلامات والاوصاف كما وصف لي الهيئه والمظهر واللباس والجسم فقلته فقلت السلام عليك يا اويس بن عامر القرني سلمت عليه فاجابه اويس بن عامر قال كيف انت يا اخي هرم بن حيان وحياك الله وانت عليك السلام ورحمه الله وبركاته فاستغرب هرم بن حيان قال من دلك علي؟ ومن اخبرك بي؟ وكيف عرفتني؟ قال الله عز وجل فقال اويس سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. قال له هرم بن حيان كيف عرفتني؟ وعرفت اسمي واسم ابي وانا لم التقي بك قبل قبل اليوم وانما انا اعرفك من الصفات التي وصفت لي بها فقال له اويس عرفت روحي روحك وكلمت نفسي نفسك قبل ان يلتقي جسمي بجسمك ان ارواح المؤمنين لتتعارف مع بعضها البعض ذلك روح الله تعالى على قلوب المؤمنين الذي تتعارف به قلوبهم وارواحهم وان تباعدت بهم المنازل او تباعدت بهم الديار كان لقاؤهم لقاء عجيبا قال له هرم فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اويس لست من المحدثين ولا احب ان افتح على نفسي هذا الباب وقد سمعت عن صحابه رسول الله مثل ما سمعت انت ولا احب ان يقال عني اني محدث فلا افتح هذا الباب على نفسي ولا احب ان اكون قاضيا ولا احب ان اكون مفتيا وان في نفسي شغل عن ذلك فقلت له فتلوا علي شيئا من كتاب الله جل وعلا وعظني اسمع منك واتعظ وادكر قال فقام وجعلت امشي معه على شط الفرات ثم قال قال ربي واحق القول قول ربي جل وعلا واصدق الحديث حديث ربي عز وجل واحسن الكلام كلامه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين قال ثم شهق شهقه اي اعتلى صوته من داخل جوفه فانا احسبه قد غشي عليه ثم قرأ علي قول الله تعالى يوم لا يغني مولا عن ولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم ثم نظر إلي فقال يا هرم بن حيان مات أبوك ويوشك أن تموت ومات أبو حيان من قبل حيان وإما إلى الجنة وإما إلى النار ومات آدم وماتت حواء يا ابن حيان ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى نجي الرحمن ومات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الأكوان ومات أبو بكر خليفة المسلمين ومات أخي وصديقي وصفي عمر بن الخطاب قال أخيرا فقلت يرحمك الله إن أمير المؤمنين لم يمت لازال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال أويس بلاء إن ربي عز وجل قد نعاه لي وقد علمت ما قلت وأنا وأنت غدا في الموتى ثم دعا بدعوات خفاف ثم قال هذه وصيتي لك يا هرم بن حيان كتاب الله عز وجل ونعي الصالحين الذين قد ماتوا من قبلك قد تفرقت بنا وبهم الدنيا من المؤمنين والمسلمين والمسلمات ونعيت لك نفسي فعليك بذكر الموت فإن استطعت ألا يفارق قلبك طرفة عين فافعل وأنذر قومك إذا رجعت إليهم واكدح لنفسك وإياك أن تفارق الجماعة مسلك الصالحين وجماعه المسلمين فتفارق دينك وانت لا تشعر فتموت فتدخل النار ثم قال اويس: اللهم ان هذا اخي يزعم انه يحبني فيك وزارني من اجلك فادخله علي زائرا في الجنه دار السلام فارضه من الدنيا باليسير وما اعطيته من شيء من الدنيا فاجعله في يسر وعافيه واجعله لما تعطيه من العمل شاكرا واستودع واستودعك الله يا هرم بن حيان والسلام عليك لا اراك بعد اليوم تطلبني ولا تسال عني واذكرني وادعو لك ان شاء الله وانطلق انت ها هنا وانطلق انا ها هنا ونلتقي على حوض رسول الله ان شاء الله في يوم القيامه. قال هرم فطلبت ان امشي معه ساعه فابى علي وفارقني وهو يبكي من خشيه الله جل وعلا وانا ابكي كذلك حتى دخل بين الناس في السكك. فلا أعرفه ولم أستدل عليه فبحثت عنه بعد ذلك فلم أجده رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ما أعظم أويس وما أعظم هرم بن حيان فعلينا إخوتي أن نستفيد من هذا دروسا جمة من أهمها وأعلاها أن نطلب من يعظنا ومن يرشدنا ومن ينصحنا لله وأن نحبهم لله جل وعلا محبة صادقة جعلنا الله وإياكم من المستضلين بظله وما لا ظل إلا ظله إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين